بسم الله الرحمن الرحيم قراءة سورة الفتح في المنام من قرأ سورة الفتح في المنام نقول له يفتح الله عليك في قلبك ولسانك وعقلك ويديك ورجليك وسعيك يفتح من امامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ويحفظك ربي من تحتك وتنال افضل الاصدقاء وافضل الاصحاب ورضا الأكابر. ولذا نجد أهل التعبير يقولون في من قرأ سورة الفتح في المنام قالوا ينال عز ونجاة في المحشر وقوة ويقين ورجاء الله سبحانه وتعالى. يسر الله لك كل خير وجمع بينك وبين كل الناس على خير والله أعلم.